في صغري علمني أبي أن أكتب كوابيسي على ورقة حتى لا تعود مشددا، وها أنا الآن أكتب أطول كابوس نشته على الإطلاق. هذاك أسامة، هذا الرجل اليوم من مقر الأبراج أمريكا. قد دعيت إلى الله سبحانه وتعالى يا رب أسألك باسمك العظيم أن ترزقني طفل بالمناسبة. تحب أبوك؟ تحب البابو؟ إيش قد؟ أبوك كتير حطينا نراته طيب إذا بكرة باي على المسرح ما بياخدوه؟ يعني أنا بدي يعني زجوا في المعارك، إذا النصرة ما زجته أنا بدي زجوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليش عم تبكي؟ ما فيك عادة البكي خالي. أخاف. ماما تكتب عن ما هذا الشرعي؟ أنا بدك تلحقني.